يجرح يجرحه بعلم ويبرهن على جرحه بالأدلة ويفسر جرحه فيقدم جرحه على تعديله. وأنا استسلمت صراحة لما قدم الأدلة على جرح هذا الإنسان خلاص الحق معقول. فجماعة يعني جاءوا عند عالم العلماء وقالوا والله هذا إلى السنة وهذا إلى التوحيد ونحارب الشرك ونحارب القبورية وكذا وكذا، ورأيت فيهم الصلاح كتبت لهم إلى من يعاونهم فإنهم يدعون السبيل أو سنة الرسول. ثم راح ناس معهم خالطوهم عاشرهم من طلاب العلم فوجدوا أن الحقيقة تختلف تماما وأن هؤلاء أهل بدع وأنهم صوفية وأنهم خرافيون، فقدم الأدلة على ما يقول فيصدق ويقدم على تعديلي أو تعديل هذا العالم. هذا قاعدة مضطردة مستمرة إن شاء الله للأفراد والجماعات إلى يوم القيامة إن شاء الله ما دام على الدين. نعم.